في هذا المكان البسيط ولد إسلام أحمد، والذي كان يملأ جدران منزله برسومات تظهر مدى عشقه للألتراس أهلاوي والنادي الأهلي. هذا العشق الذي دفع إسلام للذهاب إلى بورسعيد لمؤازرة فريقه ليعود إلى بيته جثة هامدة. هو من ساعة ما عرفت أنه راح بورسعيد وأنا حصل عندي نوع من القلق، لأن أنا كنت عندي إخبارية من الأول أن متابع، كان النادي الأهلي محاصر قبلها بليلة في الفندق، وقالوا لا ده نظام شقق ومش عارف ايه، يعني سهلوها على اساس ان العمليه تمشي. ما بس برضو من ساعتها انا ابتديت في القلق لحد ما جه الماتش. طبعا انا شفت الماتش كل دي اقول يا رب تعدي على خير، كل يا رب تقول عدي على خير، لغايه ما ربنا سهل وكسب والماتش بقى تصفر الحكم حصل حصل، ربنا ما يوريها لحد. الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. كان إنسان جدعوي وطيب، وكان يلعب بصوت عالي، يعني ما فيهوش يعني ده خسر أو ده كسب عادي، وفي الآخر آخر ما نلعب يروح يعمل لنا أحلى وكده ويبتدي يسلم علينا وعادي، كان ابن عفاية. لما راح الماتش بتاع بورسعيد قال لي أنت عايز حاجة؟ قلت له إيه؟ يقول لي أنا رايح مع الماتش. قلت له يا عم ما تروحش يا عم لا ما تروحش. يقول لي لا يا عم لازم نروح، مش هسيب ولا ماتش ايه نادي الاهلي. قلت له يا عم سيبك الماتش ده خلاص. قال لي لا يا عم لازم نروح. قلت له ماشي. برضه كنا قاعدين فضل يلعب معايا وكده، وقبل ما يمشي كان محدش يسأل مني، كان قلبه حاسس، كان قايل لي قبلها بيوم، وكان مسجل معايا تسجيل، وكان قايل لاصحابه وكل حاجه، وكنا قاعدين مع بعض كلنا. راح مسجل وقال لي بس اهم حاجه ما تقولش لاي حد. بس تاني يوم انا وماما وبابا قفلنا عليه قبل ما نمشي، قبل ما نروح الشغل مع ماما الصبح عشان خاطر ان هو ما ينزلش. راح سحب من بابا المفتاح وراح نازل على اساس برضو ان هو ينزل ويروح. انا في اليوم ده طبعا ما صدقتش، صدمت صدمه جامده، وكان اسوأ يوم في حياتي ولحد دلوقتي.